ينضم إلينا من تونس مراسل الغد ياسر ذبابش. ياسر، ما بين الحمامات والمونستير يأتي قائمة الباجي قايد السبسي المقترحة لقيادات جديدة في الحركة، كيف تضعنا في هذه التفاصيل وإلى أي مدى يعني اللجنة المركزية الآن تعتمد من، يعني الحمامات أم المونستير؟ هبة، بداية ما بين الحمامات والمنستير كثرت التساؤلات وحتى ربما التأويلات. دعيني أوضح نقطة مهمة في بداية حديثي إذا سمحت هبة، وهي مصادقة الحكومة التونسية على قبول الملف أو على إيداع الملف لدى الجهات الرسمية الذي يضم قائمة اسمية باللجنة المركزية والمكتب السياسي الناتج عن اجتماع مدينة الحمامات. حتى هذه اللحظة لم يقدم فريق حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الملف الخاص باجتماع المنستير إلى الجهات الرسمية. بالنسبة ماذا يعني السؤال فقط حول القائمة الإسمية، فقط حتى لا نتجاوز هذه النقطة ياسر، هل هناك أي مبررات أو أسباب لعدم تقديم جانب المنستير للحكومة لاعتماد النتائج، أم أنه توافق ضمني تم ما بين الجانبين؟ ليس كذلك، ربما بديهيا هبة هو عدم تحديد المهام في اجتماع المنستير، ما يعني أبطأ عملية إيداع الملف بالنسبة لاجتماع حافظ قائد السبسي والفريق معه. هذا الفريق دعيني أنوه أيضا بأنه يضم قيادات بارزة في النداء وربما من المؤسسين كالوزير السابق ناجي جلول وعدة قيادات ندائية أخرى. انتهت الأعمال، هكذا أعلن فريق النداء في المنستير، ولكن كذلك الحال تم التأكيد بأنه سيتم في غضون 14 يوما على أقصى تقدير توزيع المهام بالنسبة للجنة المركزية والمكتب السياسي. معروف الآن بأن هناك انقسام ما بين الطرفين، أتحدث هنا عن نداء تونس إنجاز التعبير والوصف الحمامات ونداء تونس آخر في المنستير. هناك خلافات وتباين في الآراء، وربما وفق عدد من المتابعين والمراقبين هو يعكس حجم ومدى الصراع السياسي أو الصراع على من يقود المرحلة المقبلة داخل حركة نداء تونس. قبل ذلك وقبل المؤتمر كانت مجموعة لم الشمل بقيادة عدة يعني قيادات ندائية مستقيلة وأخرى تم تجميد عضويتها أعلنت مقاطعتها لهذا المؤتمر. الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بدوره دعا إلى تجميع العائلة الوسطية ودعا المؤتمرين إلى رفع التجميد عن يوسف الشاهد، وهذا ما لقى قبولا من الفريقين، فريق الحمام والمنستير الخاص بحركة نداء تونس. سفيان طوبال دعا نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي إلى ما وصفه الكف عن الزج باسم الرئاسة بعد الإعلان من قبل طرف النداء بالمنستير عن قائمة اسمية جديدة تضم وزراء سابقين وقيادات بارزة بحركة نداء تونس. هذه القائمة الثالثة كما أعلن عنها القيادي بالحركة منجي الحرباوي. طيب، هذه القائمة هل يعني ذلك أن المقترحات الجديدة لم تخرج من قبل الرئاسة ياسر؟ هذا ما فهمته منك؟ إلى حد الآن يعني شكك رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس عن مدينة الحمامات بهذه المعلومات. نحن حاولنا التواصل مع منجي الحرباوي القيادي بحركة نداء تونس للتأكد من صحة هذه المعلومات، لكن لم تكن إجابة حتى هذه اللحظة أو قبل خروجنا على المباشر، لكن له أعلن عبر صفحته الرسمية بأن الرئيس التونسي قد اقترح قائمة اسمية وصرح بذلك لعدة وسائل إعلام أيضا محلية تونسية. كما أسلفت لك هبة، يبدو بأن الصراع ما بين الفريقين انعكس بشكل كبير أيضا، وهناك حالة شد وجذب بين فريق نجل الرئيس التونسي وفريق سفيان طوبال أيضا. شكرا. لعل الرئيس الباجي قائد السبسي يبادر كونه المؤسس لهذه الحركة للملمة الجراح قبل الانتخابات العامة. شكرا جزيلا لك من تونس مراسل الغد ياسر ذبابش.